حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار السيد يوسف البن خليل، أمين عام جائزة الخليج العربي للروائيين الشباب، رئيس تحرير صحيفة الوطن. مساء الخير أستاذ يوسف، في البداية نبارك لكم هذا النجاح الباهر الذي حققته النسخة الثانية من هذه الجائزة، وكما ذكر التقرير يعني مشاركة كبيرة جدا في هذه النسخة. ما هو السر الذي يقف وراء هذا النجاح الكبير وهذه المشاركة المتزايدة في هذه النسخة الثانية من الجائزة؟ طبعا السر الكبير في نجاح الجائزة وفي تزايد عدد الشباب المشاركين في النسخة الثانية من الجائزة يعود إلى رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الله يحفظه على دعمه بمشروع الجائزة باعتبارها منصة لاكتشاف المواهب الشبابية في مجال الأدب. سموه آمن منذ اللحظة الأولى بأن الجائزة مشروع ناجح، الجائزة مشروع قادر على تحقيق أهدافه كمنصة لاكتشاف المواهب، فقرر نقل مشروع الجائزة من المحلية، الجائزة كانت بحرينية فقط مقتصرة على مشاركين بحرينيين، وفتحها لشباب دول مجلس التعاون. فاليوم عندنا 42 مشارك ومشاركة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، فالفضل طبعا يعود له بشكل كبير، إضافة إلى الدعم الكبير اللي كنا نحصله من المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد، وكان له دور أيضا كبير في عملية تسويق الجائزة، واللي قدرنا من خلالها أن نرفع نسبة المشاركين أكثر من 50% مقارنة بالنسخة الأولى. جميل أستاذ يوسف، يعني لاحظنا في التقرير، يمكن هذه مرة أول مرة أنه يكون في شاشة تفاعلية في هذه النسخة من الجائزة، حدثنا أكثر عن هذه الشاشة التفاعلية. فكرة الجائزة فكرة الشاشة التفاعلية استحدثناها في النسخة الثانية، الهدف منها هو زيادة التحدي والحماس بين المشاركين. جميع المشاركين يكتبون أثناء عملية الكتابة، يكتبون في نظام إلكتروني خاص. النظام الإلكتروني يتم يحدث البيانات الموجودة على الشاشة، الشاشة تعرض لك إحصائيات ونتائج كتابة جميع المشاركين. المشاركين خلال فترة 24 ساعة استطاعوا أن ينجزون أكثر من 600,000 كلمة، وهو ما يعادل 2400 صفحة. في الساعة الواحدة كانوا يكتبون تقريبا 100 صفحة. أعتقد هذا إنجاز كبير ورقم قياسي مقارنة بما أنجز في النسخة الأولى. نعم أستاذ يوسف، يعني ضيوف الشرف من الروائيين الخليجيين الذين حضروا إلى منافسات هذه الجائزة أكدوا أن هذه الجائزة تسهم في إنعاش الحركة الأدبية والروائية اللي يمكن أشاروا لها أن هي تعيش في حالة سبات خصوصا في الفترة الماضية. هل هذه الإشادة وهذا يعني الزخم الكبير الذي حققته الجائزة كانت من الأهداف التي وضعتموها أنتم كأمين عام لهذه الجائزة؟ نعم، المشهد الثقافي الخليجي ما أعتقد أنه يعيش سبات، وأكبر دليل حجم المشاركة والإقبال الكبير من المشاركين على الجائزة، وهي يعكس حجم شغف الشباب بمجال الرواية، بمجال الأدب، بمجال الفن. فأعتقد مشروع الجائزة هو إضافة نوعية ومميزة للمشهد الثقافي الخليجي، وبالعكس يعني إشادة ضيوف الجائزة من روائيين خليجيين هي محل إشادة وتقدير طبعا لدى جميع المشاركين، ولو عندنا كلجنة منظمة، وبالعكس يعكس نجاح الجائزة وأن هي قدرت نتحقق أهداف الحمد لله. نعم، أخيرا بعد انتهاء هذه الجائزة يمكن الكل يتساءل عن النتائج، متى يعني هل تم تحديد وقت معين لإعلان النتائج، وشنو المعايير اللي بتستند إليها لجنة التحكيم في تقييم هذه الروايات؟ أولا فيما يتعلق بموعد إعلان النتائج، فإحنا نتوقع أن يكون في نهاية أبريل مبدئيا. وهي طبعا يعتمد على متى على انتهاء قدرة لجنة التحكيم ولجنة الفرز على انتهاء عملية التقييم. عملية تقييم الأعمال المقدمة للجائزة تخضع على مرحلتين. المرحلة الأولى يتم فيها فرز جميع النصوص الأدبية، وخلال هذه المرحلة يتم التأكد من توافر جميع الاشتراطات العامة والتنظيمية الخاصة بالجائزة في النصوص المقدمة وأيضا في أداء المشاركين. بعدها يتم اختيار التوب 10 من جميع الأعمال المشاركة، والأعمال التوب 10 هي اللي راح تخضع حق عملية التحكيم من قبل لجنة التحكيم، هي طبعا سرية أكيد. سيد يوسف البن خليل، أمين عام جائزة الخليج العربي للروائيين الشباب ورئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية، كل الشكر والتقدير لك على تواجدك معنا في استوديو مركز الأخبار. شكرا على الاستضافة. شكرا.